على خشم يمشي يمشي لا انت لا انت الرجال يمشي انا بدك على مره بحاول معي ان شاء الله دقائق بحاول معي عليك علي السلام عليكم انس ما قفلت خلص والله اخذه ولكن اكد لي على الضيف ابدك على الحين يا ابو الضيف ابدك على الحين ابو شعوان وبعد لك علوم كلها ان شاء الله باذن الله غالي بدك على ايام بدك عليه طيب دق على عليان مرحبا عليان مرحبا يلا حييه شلونك بتروح العشاء عادل يا ولد تروح عند عشاء يقول عشاء عنده رسمي عنده ضيف جاي اسبوع ذا يوم السبت الاحد انا معشي والله ما ادري هو عزم قال لي تكفى عزمنا وفاء عرماني شفت انا دقيت على وفاء عرماني ولا قال والله مدري ايش يقول مشغول بدي قاعد ثاني مره بحاول معه ما ان والله ما هو معذور لكن بتروح دقيت على بندر العيب يقول لي ابد ان كان روح لجيتكم نعم انا بعلمك نبغى نمر في السياره واحد اسمع اي ان كان انا مرتبط مع ابو منصور احمد منصور احمد منصور مرتبط معه ان كان هو عفاني رحت العاد رحت العاد رحت العاد وكان هو معفاني اجل اني ما شو كلامك واضح مره مره انا والله اني ما ادري عهد وسلامه انا دق علي اوعى تربطني انا قلت امور عشان برتب لك كلها وان كان عم دايت عشيت معكم ما مداني المعذره شفت لكن كلامك صحيح ابو منصور والله نسيت موعد مع ابو منصور الله يكون شر ابو منصور خلاص خلاص تمام تمام تبي شيء انا والله يعني الخيمه هذه وسلام شويه بروح بكره عندنا بعد بيجينا حباس بيتعشى عندنا حباس اي وبكره بيجينا طول السلامه بكره ايش عندنا بعد يا قلبي ما عاد يحفظ لا اله الا الديل ما لا ما بكره الديل ما الديل ما عشاها عندنا يوم الجمعه اي يا رجال الديل ما عازم الكل والجميع لا حد ترى الدائي الديل ما ترى العموم والله العموم ما حد معذور حتى الطوال اي كلهم الاطوال انا والله ما مقدم انت علم بالله انكلمك قبل ذولا كله انكلمك احد من عيالك فعل مع العشاء الدين ضروري احضر الدين ما واعتذر مني يا بنت طواله علم والله يسلم دربك كرت الزواج معك بتسبق داعيك هم الاثنين يعتذروا راحوا القصيب لا بيجون ما يجي علمتوهم اي ما يجي اصل جمعه لهم عندنا هنا ما يجي ان شاء الله هلا ما ان شاء الله بس اعلمك كان رسميات لا وانا حلفت عليه انا حلفت عليه انت ثمان اسابيع ايوه قلت لك ثمان اسابيع احنا عندك استحق قال والله يجينا اجنبي ولا قال الاسبوع ذا من البده مره خليني بدي قاعد اقرا في عرماني بحافظ العزيمه يوم السبت خليني ان شاء الله يلين الله قلبي انا الرجاجي لك ابشر ابشر بدر الو هلا والله يا نواف لا ما حط عاد انزل ما حطيتك صدحك شلونك يا نواف والله بشر طيب الحمد لله يا ولد العلم سلامتك الله يسلمك دق الحين على عاد ايه ولزم علي بحضورك مره 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 عشا يوم السبت الاحد والله ما هو عذرك ما هو عذرك مره هنا هو بعلماني ابشر تم تم قل له تم تم بيض الله وجهك وجهك ابيض خلاص يوم السبت الاحد ها يوم السبت الاحد ان شاء الله الله يحييك مرحبا مرحبا ترى حيب المطر يا نواف مرحبا تم خلاص ربك كله ها تم 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 بيض الله وجهك بس انا خوفي تدري وش هي سم تجيني حصانه حصانه مركز الاول هم كلموك بيجونك يمكن والله ما ادري عاد يمكن انا اقول اجت الحصانه بعذرك معك مره عذرك سمي عذرك سمي انت حصانه عذرك سمي كم ما بجت والله بنت معذور والله المكاد اسمع ما جت الحصانه تراك ما انت معذور ابشر لا تفضح عند الرجال تكفى يا نواف ابشر لا تقول لي تكفى ابشر ما تكفى بيض الله وجهك مع السلامه ابشر على كرس انا ابو شبيب مرحبا شلونك خير طيب طيب كيف الحال الله يطول عمرك انت عشاك اسبوع ذا عند ابو منصور ولا عند ابو عند عادل لا لا عنده ولا عنده ان شاء الله ايه وظالم مع الشيخ صاحب مكسر لا لا يا رجل علي عشاك بيه طيب اسبوع علي نايف لاكل بيه الو خلاص اسكت كلنا يلا فقط خلنا نخلص خلنا عزم الرجال على العلوم الدينية يلا اسلم معليش وينك فيه؟ ماشي الوداه انا عندي هذا وين عشاك عند من الاسبوع ذا؟ الاسبوع ذا عندنا نايف لاكل بيه الوكاد الجمعه الدالمه ايه لا تغيب لا موجود ترى مسوي عشاء وحلفت على انا وعليان نسوي شيء من الثلاجه جايك جايك مرة جايك ولا شيء جايك ولا شيء رايح انت بتجي ان شاء الله الدين شاء الله بحضر الدين ما اما عادل عادل بجهز عشاء انا ايه انا مداني عليه تعشيت معكم إيه؟ وين ما مداني فالعذر من الله ان شاء الله انا مشغول من هو مشغول عادل عادل عنده عشاء لازم هذا السلام عليكم كل سلام دقيقه يا ضيف من هو بندر بندر العلي مع السلامه مع السلامه هلا 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 مع السلامه اعزم على عشاء دقت على دق على اخر رقم سمعت الشيء عبد الصقر الو ارحب يا الله حي شلونك والله بخير طيب الحمد لله ترى عاد اللي يقول جياتك تراها ما جيت لي يقول عاد اشوفك تم 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 انت اذا جيت رميت الصحون كلها تم خمس صحون رميتها كلها ممكن غلطان ايه شفت ولا لا
يقول لا عاد تجيني ولا عاد تخاشر احد معك لا في هاشتاق ولا في اتصال. تم صحون يقول لا عاد تجيني ولا اشوفك خلاص تم. بس الدالي ما احضرها الدالي ما احضرها عشان اتصال ترى مزكر علي ابد ان شاء الله. يلا الله يحفظك ويسلمك. هلا هلا. الو طواله. هلا حب. اجوي راح اصيده. شلونك يا طواله؟ والله بخير. طيب. انا اقفل وانا ادق عليك. لا 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 الموتر خلاص. شلونك يا طواله؟ والله بخير. طيب. الو ماي. فاتوره ابو منصور يقول اذا جاء عندي عشاء يوم الخميس ابو طواله يحضره. عين خير. يقول ما ادري يقول عشان ما ثبت. اسمع الحكي. اسمع. احنا الحين ليله خميس. اي. والخوف من الله ثم من ابو منصور. عادي ارجع 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 الحين ما اكد عشاء. ان شاء الله ما يكتب. ما ادري على لا ما اكد عشاء ان كان في عشاء فهو بصير الخميس واذا ما في لبي ابو منصور وافي وعلوم وغانم ومن عزم اكرم لكن انا متعشي عنده الاسبوع اللي فات وفان حظي ايه الوك هذا ان كان ابو منصور عنده عشاء كان ابو منصور عنده عشاء احضر حتى لو دم ما تتكلم ابدا طيب تلخاطر انا تلخاطر تم يستاهل دقك علي علي دقي علي دقي يا انس هلا عليان يا ولد ابو منصور ساعني سكر من عندي ها يقول ذاب عندما انا من الغنم اقصد والله تكلم دام عند ما بلا ما في حاشي حاشي ما في ها حاشي ما في لا قال الحمد لله ما فيها حاشي اشبه اي حاشي ما دام ما غنم ودون اشبه حاشي حاشي هاي الملك اللي بياكلها ثمانية خل ثمانية رجع جهزهم ترى دلوه الو على ايام بن متعب الو هلا مرحبا انا اخر واحد ما جيت اخر الليل نايم نايم الو نايم الو الو هلا هلا والله هلا مرحبا شلونك؟ والله بخير خايف تعرف عليك اللي مدير انت رواف؟ افكت الايام كنت دق انت احد يدق الساعه 12 يا اخي عندي ضيف اصلا بس ابغى ضيف اللي عندي ها؟ انا سمعت عليك خبر يلا انا سمعت خبر اخو احمد الحبيب بندر ابشرك يا بندر عزمت عزمت نواف العلماني على عشاء مسك قال لي تم يستاهل والربع الثانيين الديال حاضرين حاضرينها منها تجديد عهد البعض لو يسلم على بعضنا ما انصحك مبطن عن بعضنا اللي يسلم عليها ابو منصور عشاء ما ثبت بكره طيب ابو منصور يقول ما ادري ولا الان ما ذبح شيء اذا عليا يقول كلمته ما ادري عليا ما ادري عليا اجيب العلم هاي اختي اما عادل فمأكد عشاء اي عادل الله الله العادل والديال مأكده ما حد يفوت لا حد يفوت عشاء شيء الدينما العمومي حضره ان شاء الله سلام عشان عشان الدينما عشان للعموم اما عشاء عادي لا والله مختصر في بعض الرياجيل لا والله انا مختصر والضيف الواجب واحد القهوه عند من دقيقه دقيقه الو انا من ملحم هلا ناس على الجماعه الو من ملحم شلونك الو طيب ابن ملحم لبي عادل هيف يقول ان كان ما تعشت عند الحصانه عشاك عندي لبيه عندي عندي يسا اي ابن ابن عادل هيف ونعم اللحيه يستاهل كلامي اليوم نعم قال قل محمد بن ملحم اي كان عشاه مو عند الحصانه أي. فترى عشاه عندي ايش قام ما يدق علي يدق عليه هو الرقم الواحد اللي عندي رقمي عندي اي اي ايش قامه رقمي عندي بس رقمكم الثاني جواله تغير لا 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 خزان لا رقمي عندي ايش قام ما يبي خلاص اضل اضل يدق عليك مع السلامه طق 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 عود عود انا عود انا اصدق طق طق عمي طق لكم بيتنا العلماني الو انا حبيبي عرماني هلا والله انا بنواف اناس هلا جايب لك خبر علم طيب اه هات ابشرك على ايام المتعب يوم السبت مودعنا انا سمعت قول لا اله الا الله يعني كرامه له اي كرامة الله بيموت لا ها كرامة الله يعني سنه كرامة لك كيف عيال لي انا انت بتعرفوا العلوم يا رجال يا يا رجال اصلا بدك 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 انت جبت لي علم جديد يلا 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 اخوي يا اصلا كيف عيال كرامة النواف كيف عيال انا عليان هلا شلونك ابوي هلا بخير كم قمعت في نوم هلا وش العلم هذاك علي نواف العرماني يقول كرامة السبت لك انت الكرامة ذبحها عادي يوم السبت العشاء العشاء ادخل الصاد كرامة نواف العرماني يا ولد لا نو نو اللي يقولها من نواف العرماني يقوله مسخن بداخل بداخل مكان مع بعضنا نواف هلا والله انا عليا نسمعك هلا عليا هلا نواف أكنت نايم انت 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 بتقول اليوم مش وين دقيت عليك بعالمك بس انت نايم شنو؟ ها يلا يلا طوط طوط ماني بقول لك مسخن هو لا والله ارجع على ملاحظات كلمني بالجوال جت الصخرة ما اقوم منها ارجع ارجع قام يضربني ارجع على ملاحظات خام بدق بدق ما عاد في شيء يا عليان اقدر اقدر كان في شيء انا معي جوال ادق الحين فيها ادق هنا لا لا دخلنا مكان مع بعض شاف ذا هلا يا نواف هلا والله شلونك؟ والله بشير والله كنت التليفون جوا وجه لا هو انا دقيت طوط طوط طوط
لا تقاضى حي ها استرد بعاي بعاي ابى اطفي جوالي انصبط طريق انصبط طريق بعاي ترى جوالي 1% ها سم دقيقه بعاي سر اخلص صباح الخير هلا هلا تخيل بجي ولد تك عليك عين جوالك مشغول ايه قاعد اكلم مره بعزمهم على العشاء العشاء اللي عندنا عندنا عشاء بكره وعندنا عشاء الجمعه وعندنا عشاء السبت طريت لي عشاء عند عادل بن هيف وش عشاء مناسبة وش الارمان بيتعشى عند اي عشاء عادل يوم السبت اي عشاء خاص ست تريجين منه شفت ولا وكل عزمت العرماني اول قال انا معزوم عند الحصانه اي انا والله ما ادري من الحصانه معزوم من عندها اي الحصانه الحصانه خابر لا ظني انها ما دعي على العشاء عند حصانه اي عاش الحصانه دعي عليه رجال واحد معروف من هو قالها محمد بن ملح ونعم عليك الجود يستاهل يستاهل لكن الخبر اللي اكدها لا لا, لا لا تدري ليه يا ابو عايد كلامي لك اسلم يا ابو لان الرجال ذاك لها لها اسبوع وسبع ايام هو ما شاء الله يتعشى على الحصانه السنسوم يفصفص هذا الحصانه ما حد قاعد قد قبله ولا بعده يا ابو عايد ما شاء الله الله يوفق لنا شوف قال له الله حق الرجال المجتهد واللي يقدم شيء طيب الله يوفقنا وياه شفتوا لا لكن ايش عشان الحصانه اي انتوا جاب كيف تعالوا الوكاد اللي ما يتعشى عند الحصانه ترى عشاء عند عاد على القوه على القوه الله يقوينا وياه مع السلامه باي باي طيط طيط وشو باي باي طيط طيط اسمع يا شركتك وتفك الغطا بعصا عصا مو بعيد ابو ارحبوا يا ربع حمول الريجي دقتنا عزهم من اليوم عندي انا يا ولد دق علي عاد اشغلني عاد الله يهدي عاد يا ولد عادل ايه؟ عادل وسلامه الله يهدينا وياه ايه؟ هو مش مشتغل اليوم هذه ما هو يوم مش طط ايش تطيت وايش تطيت ايش تطيت معه يا ولد قال اعزم الربع بزو ايه؟ وعطاني اسامي رجال عشانهم السبت ايه؟ وعطاني اسماء العموم الجمعه عشان الجمعه الديل معازم الشباب كله بجمعهم كله تجديد عهد وسلام وضحك وناسه عند الديل الحين انا بس ابو منصور الان ما اكد عشاء اللي هو بكره اليوم اللي هو الخميس الخميس اليوم ان كان اكد عشاء فعلكم العصر هذا هذا ابعلك ابو منصور لا ما دون السبع شيء لا ما دون ما عنده يا ولد لا ما عنده سبع نماذج سبع ثمان هاي بيض وجه خبر عشاء اسبوعي راح انا اشهد كريسترول ثمانيه طليان رح يا مهري امشي في اسبوع في طليين بعد ها في طليين دق على وازع ايوه سلم وازع اكو وازع نسيت انا وازع تكفى وازع شلونك طيب اول شيء عشاء الجمعه عند الديل ما الله يحييك هذا عشاء الديل ما عشاء عند الديل عشاء الجميع اخويانا بيجتمعون كلهم فيه اخويانا المتقاعدين واللي على صلح بيجتمعون عند الديل ما والله يحييك تحايا المطر وما انت معذور وعشاء السبت في عشاء وين السبت؟ في عشاء عند الحصانة عازمنا رجال واحد. وفي عشاء عند عادل عادل والحصانة دائما يختصوا الريجي ما طريقتهم حقا. الحصانة بتعشي ابي عشاء رجال واحد. وعادل بيعشي ست ريجي. الكريم والله ابو منصور يعزم رجال كلها. والديل ما بعد والله ما عنده خوش من من حضر استكرم. شفت؟ لكن اول شيء عشاء الديل ما الله يحييك. ما يقبل عذر مره. اما عشاء عادل والله اني بتاكد هو ارسل لي اسمك ولا لا الظهر جاتني الدعوات لكن عزمت نواف العرماني وعزمت العرماني عزمته والكرامه نواف العرماني الضيفه والضيوف الثانيين بندر العلي ايوه ونواف بن فرزان وعلي الشمراني سلطان بن دويحس ومحمد الملحم ومحمد الملحم اذا ما تعشى عند الملحم محمد بن ملحم اذا ما تعشى عند الحصانه فهو بيتعشى مع نواف العرماني لا الحصانه انا دائما اتعشى الوكاد عشاء ابو منصور ما تاكد ايه عشاء ابو منصور ما تاكد اما عشاء الديلمه لازم تحضره لازم لازم انا طالبك انا طالبك حتى انا كلنا لازم نحضره ثاني قلت في وجهي العيال كلهم بيحضرون ان شاء الله حتى اخويا راحوا القصيم بيرجعوا فارس وعزوز مسافرين والله ما حد معذور في الديلمه ما حد معذور ابى اعزم سلطان وبرجع لك يلا يا انا سلطان شلونك طيب اول شيء جوالك شغال ولا طافي ميكروفون شغال طافي اول شيء يوم الجمعه عشان عند الديل ما كلنا عموم محمد الجمعه عند الديل ما يوم الجمعه اي عشان عند الديل ما الله يحييك تحيا المطر الديل ما مره اياها الديل ما
ايه من موقع الدالمة. ايه ابو منصور عنده عشاء يوم الخميس للان ما اكده. قطع منه. من عشاه؟ ما نحب عشاه. ما هو دائم اجي عشاه، دائم يجي عشاه حالي ومر. هو يحط العشاء عند الناس يكبون العشاء. اسمع اسمع الوكال انا بعزمك وتسكت. الرجال ترى يقول ما عاد انت بعيد عن الحاشي. يعشينا. الوكال انا عزم لا ترد علي. واحتمال عشاك يوم السبت عند عادل هيف. احتمال الكرامه والضيفه النواف العرماني جاي اول مره يزور عادل والضيفه له. واكد عليه عادل. واكد عليه عادل ونوافه ختمته. عرب نواف العرماني. عزيمة اليوم. عزيمة ايش يا ابوي؟ عزيمة عادل هيف للنواف اليوم. لا ما هي اليوم. محمد منصور احتمال يجي. دق عليه اليوم عزيمه وقال عشاك يوم السبت. ما دق انا عادل تنسيقه معي كلها انا انا بجهز العشاء حق عادل احتمال اتعشى مع رجوع ولا ما اتعشى ليه يمكن يجيني شغل ولا يجيني شيء منه ولا منه يا ناس سم عادل الحين عشاء الدالمة انا خبر انه بيستاجر الاستراحه ونوبي يحطه في بيت اي ونوبي يوديه يكشته نوب حدد لك مكان والله ما حدد لي مكان لكن الظاهر الاسبوع ذا فيها جربعه لا فيها جربعه تطلع كبس ودور لا صيد هذا ما ادري شو يسوون لكن هذا علومي وسلامتك من قال اسلم يا انس سام سام راجين والرجع عند الله سبحانه انك ان شاء الله تعشين عند عادل هيف انك ان شاء الله تطلع من مجلسه من مجلسه اسلم تطلع من مجلسه وتعود علينا ان شاء الله والله هنطلع من مجلسه ما احنا معودين عليكم لا والله كرامه قد سبقت لابو عبيد كرامه لابو عبيد ما يطمر عليها ولا يتخطاها ما تخطى ولا جايها ابو عاد يعرف السلوم والعلوم حظيفه لابو نواف واحد والعشاء متكلفين به عطنا عطنا بقى وان ما هو قد استكرموا المطاليق ما ممكن لك صلي شوي قبلكم هذا طال عمرك اسمه بقل بقل بسرعة الموضوع يا بقرة يا بقرة بسرعة الموضوع العزيمة أقول لك بقل مو بقل اسمع سلطان أقول لك بقل اسمع كذا غصب تلفت الموضوع لقط مو بقل لقط الحركة دي إيه ولد أنت لقطت السالفة مني الحين ها لقطت السالفة مني بسرعة الموضوع السالفة لا لا عشان تأكد إن عادل أتوقع إنك أنت الله يحييك هلا وش هلا وش يا رب ما همك ذا أخبوك يا حقين اخر همي الله يبخشك اخر همي الله يبخشك الله يبخشك الله يبخشك بس ما عندك سبب عندك سبب والله ما اقول والله يا سلام انت ما عندك قلب والله ما عندك عليك منهم اصبح اصبح عليك ما عندك عليك عليك السالفه مغرافه اليوم انت ما عندك سالفه سبحان من الضيق سبحان من الضيق في الداخل ما تخفيه في قلبك قلبه هنا قلب خذ حزام الله يكرم خير الله يكرم خير حزام الله يكرم خير معذر يا ابو شبيب معذر يا ابو شبيب مالك منهم مالك منهم هذا النقل صحيح منهم شي بعد خبوش متجمعين ما عندي بلاش يا بلاش اقول له يا بلاش امسي علينا يا دود تجمعون ياخذون الحلقه ما انت ما عندك سالفه قلت لك لا لا كدوا خالص ما يكون لا والله انا ما اخر همي والله صافي هم اللي وراه كلهم تركهم عليك وات ما عندك سالفه يقول لك سلطان يلبس سلطان سلطان قال ما عندك سالفه ما قال لو ياخذ ذا العقال يخبطني فيه العقال والله اللي انت خابر اي والله اللي انت خابر احلم يا بندر اللي انا خابر طلع طلع فرح منهم احلم يا بندر احلم والله ما هم قادرين الله احلم انا اشهد تعود من الشيطان دون خلاص دائما بندر دائما بندر سبحان الله اللي في القلب يطلع هلسان ودائما الشخص اللي يفكر في قلبه تلقاه يطلع الكلمه على طول والكلمه اللي يفكر فيها يا بندر الكلمه اني اغليك يا بندر روحي بندر اسمعك اسمعك تسمع بندر بندر دائما يقولون الكلمه ازعوج دائما يقولون ازعوج ازعوج لا لا ازعوج انه طالع ازعوج ذاك اليوم يقول دائما الشخص اللي يفكر في حاجه الانسان يسبق عليه يقولها فالواحد لازم ايش ينظف قلبه وينظف نيده ينظف من جوا ينظف تخيل تقول خويك لك 60 يوم تسمع ما عندك سالفه نسال الله السلامه الله يكون شرك يا شيبان لا منو شيبان مخبوط الدغافل التغافل زين هذا دغفل وهذا دغفل هل تعلم ما الدغفل تغافل صغير احنا بنتغافل عنكم احنا اللي بنتغافل عنكم التغافل زين دغفل تدري انك ما تتكلم ها اخطا طيب تدري ان الغافل هو الشيطان ايش قال شباب
ايش كل لعبه اللي لها يوم يطير؟ كان خشت يا مخها كان خشت رز ما هو؟ رجال خيشة والاختي على خويان شفت خشت اللي جاها عجه تطير كذا والله حلوه والله حلوه والله مر علي طاير كل شيء طاير كان خيشة اللي مخها تذكر عشان عادل كان واجي اجي حلوه كيف كيف وجه بدنا كيف شوف 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 انظر محمد انظر كيف وجه الله يسقى عليها ها الله يبلش الله يبلش عليها بلا اعدام حلف انتهى حلف بيض الله وجهك بيض الله ونعم انت بعيد ما زود زود عشت عشت تعيش عيال ربي لب قلبك انا جيتني وصيه جتك وصيه بس قهوه على فرشه شباب جيتني وصيه اسلم والله العظيم منها جيتني وصيه صدق مصدق لسلطان ابن دويحس ها وش وش لف عليه ايوه تعال ترى العلم فيه لا العشاء انا طلعت من هنا يوم طلعت من هنا دق علي براك عمر ونعم 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 بحالك ونعم ونعم بحالك انا ما اعرف والله احب لي خشم سلطان الله يحبه سلام عليه سلام من كثير خشم حسن الله يقول تراني احبه وانا معه من جمهور الله بيض وجهك وجهه وهذا اللي صار والسلام يبلغ والله يسلمك ما حبيت خشمه لا ما صحيت تحبنا ما يحتاج وصلت وصلت ما يحتاج مره ما عليك من انت سلامك واصل وسلامه واصل بيض الله وجهك وجهه ولا سوينا شيء احنا كلنا البعض الله يطول في عمرك وصيتك وصلت يا براك يا مرحبا امك مرحبا براك الله يبكيك عندي مشاكل براك تراها من الناس اللي ميم تحلى ما شاء الله هو يغرد عنه ويتكلم عنه بيض الله وجهه وصلت وصلت على ما تخيمت انسى علينا انسى علينا انسى اهل الجمهور طيب سؤال سؤال شوف خليه يكمل وصيته يا سلطان خليه بخشمه وصيته ليه متوفي خليه بخشمه اصبر 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 اقول من هو براك اللي قال سلم على سلطان وش دخلك وش تبي بالسؤال هذا مو ما نعرفه احنا رجال يعرف تعرف براك اخبرك اخبرك لا براك من ربعه هنا يا من ربعه هنا ما اعرفه والله ما يعرفك بعد انا كنت اسال عنه ابغى اعرفه لكن هو يا حاج شو اترك الرجال يحسبه كان مشاك برامج قبل يعني ولا كان مشهور في السوشيال ميديا مشهور هذا كلام بندر مشهور في السوشيال ميديا ومخطط هو صاحب بلان وش برامج بلان بس هذا اسئله احنا صاحب بلان بلان ايش بلان وش بلان بلان اصغر من براد مش عارف بلان براك عمر صاحب خط براك عمر براك بن عمر بن عمر الله يسلمك انت اسمعك يا شباب الرجال بالله هو كان يعني يغرد تغريدات بتويتر هو من جماعتي تسمعني بس دق عليه وقال وصل رساله وسلطان مدوح استاهل يا وبراك ترى ترى شوف يوم دخلنا من يوم دخلنا برنامج دائما اذا طلعنا ولا رحنا ولا جينا ما شاء الله ماسك تويتر لا ماسك تويتر في التغريدات رجال ما شاء الله عليه الظاهر انه كان بيشارك ولا يتكلم دائما في تويتر فعال هو كان بيشارك معناه اي كان بيشارك هو قد جام كان بيشارك هو صح طيب ليش ما شارك هو قد قدم له قدم بس صرف الظروف واعتذر من الشيء وهي عنوية طيب بيشارك الموسم الجاي والله ما ادري ومن جماعتك صح الموسم الجاي صياد هو بعد ثلاث شهور يبدا مو بعد شهر يعني مقدم في الصياد هو ولا ايش الله يجعله يقدر وخوشه ودد والله صار واحد ما اشر عندكم لسه زي الناس تستغرب يعني ملحم لسه زي قد مثلا تستغرب انت تسرد حوار ما هو سوال انت تسرد حوار لا هذا لا سوال اسهل عشان نرد عليك عقد مفهوم السؤال خالص يا رب مفهوم السؤال مفهوم السؤال عندنا وافع عرماني لازم جواب يكون نعم او لا ابشر صح ولا لا لا ممكن لا انت نواف ما قال انا قلت نواف يعني انا اتاكد يا اخي ليش تسوي وش وش مفهوم السؤال يعني يسرد شوف هو ما شاء الله عليه بندر يعني كبير عمره حلو قد ما في سلطان حلا انا اعلمك يا بندر انت رجعت تفهم بكلمه واحده ما شاء الله عليك ما انت صغير ها انا احب الضيف الحق عادي زعلت انا ما زعلت انا ما زعلت انا ما زعلت
ابد بس انت تحاول كل اسئله لا ما صرت معك كل سؤال بسيط يعني طيب واحش يعني في سؤال صعب لك مده واحش انت تحقق تحليلات بدون تحقيق بدون فايده كلمه خطا ما عندك سؤال تحقيق يعني سؤال تحقيق يبك ابدا كان لي محلك ايش اسمك انس هذا سؤال انس وش ايش موهبتك ما هو موهبتي باك ايش اسوي طيب وش اسمك محمد الطوار وش موهبتك جاد مش طيب هذا صيب انت انت وازع موهبتك دايل ومحمد مقدم ما شاء الله طيب هذول معروفين انا اعرفهم طيب الشخص اللي سافر احلى طيب انا احلى خيمه راعي خيمه وين اللوحه انا يا محمد